وفي القائمة الثانية إصابة الرأسية اليابانية. يتمكن روي أليسون، روي أليسون رايع الكرة. مولتون أجاتو مستلمها مرة ثانية عرضية وركنية. كرة صعبة وخطيرة للمعفور وأشي بعيدة. نايمار استلمها، نايمار أولا لا على الطائر هوائي الكرة استلمها بصدره وضربها مباشرة بيسراها نايمار والتغطية الدفاعية. هيدا من كازيميرو لنايمار، لنايمار، نايمار كانت رايعة الكرة من كازيميرو. تمريرتك تمريرتك بعد على القائمة الثانية بعيدة من جابريل جيسوس براس وغارتينيلي يحاول يمر مين امينو داني الفيش مين امينو مازال مين امينو فريق جابرييل جيسوس في السرعه دخل جابرييل صعبه لمنتخب اليابان عرضيه القائمه الثاني خطيره تسديده مرت سلامات من الطو مارتينيلي خلاها لنايمار جابرييل ونايمار مارتينيلي على الجهه اليسرى مارتينيلي يحاول يدخل مازال مارتينيلي يبحث عن الجهه اليمنى للتو يدخل التو يوصل عنده الكره عرضيه نايمار مازال نايمار يلعب لمارتينيلي وريشارليسون وقال لا ركله الجزاء مازال الخطوره وركله الجزاء يصفر الحكم للبرازيل بعد هذه العرقله اي ضربه في العارضه للكوب نايمار يضل 1-0 للبرازيل. نايمار 74 هدف وبيلي 77 هدف بقيت 3 اهداف. Bueno, Iago, una semana muy difícil, pero qué mejor manera de empezar el